لا تنظر وراءك إلى من فارقك لتبكي عليه، هو الذي سيأتيه يوم يبكي. إن كنت في أخلاق تؤهلك إنك تكون في مكان راقي، اللي خلق فيك إيد رجل عين وروح، ترى يقول إن شاء الله ارجع لي. وأنا عندي قاعدة: من رادك ريده ومن طلب بعدك زيده. إذا كل ما واحد دار لي وجهه بدي أعير. يوم الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه، واحد من الصحابة قال له: يا عمر والله إني لا أحبك. تخيل عاد، يعني إحنا بجرم أقول واحد بيقول لعمر بحبكيش، حق مع مين؟ فقال سيدنا عمر: أينقصني ذلك شيئا من حقي؟ قال: لا. قال: اذهب فأحبب من شئت وأبغض من شئت، فإنما يبكي على الحب بالنساء. أما أنا بالنسبة لي الموضوع مش فارق. خلي قاعدتك بالحياة، كن مع الله، هو الوحيد الذي يبكى على العلائق معه، هو الوحيد الذي يبكى إن أدار وجهه الكريم عنك، هو الوحيد الذي يبكى إن قطع الحبل بك.